المشاهد انه يطلع عليها في كتاب اليوم الموعود للسيد الشهيد الصدر الجزء الرابع من الموسوعه. وهذه بالحقيقه انا قلت واكرر انه ارقى ما توصل إليه الانتاج الاسلامي. يعني بالحقيقه ازاح الغبار عن حقيقه المشروع الالهي وعن المشروع الاطروحه العادله الكامله التي جاء بها النبي. واي اليوم قدم اطروحه جديده اسمها التخطيط الالهي العام للبشريه. احسنت. اي انسان اليوم منصف واي باحث يطلع هذا الكتاب راح يكتشف اشياء ويصير له صوره حتى على اهداف المشروع الالهي. شنو الاهداف المشروع الالهي؟ المشروع الالهي اللي هادف الى تكامل البشرية وتخليصها من الظلم، وينطلق الانسان في عقله الانفتاح على معرفه الله، وبالتالي ينفتح له حتى الغيب. يعني ينفتح انسان في مراحل التكامل المتقدمه المستقبليه القادمه تنفتح له ابواب الغيب بسبب معرفته الى الله.